ايه بقى كمية النور دي يا وليد؟ ايه كل النور اللي في الحق؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ الحمد لله. كان لازم تبقى شفنا ورا في الكواليس عاملين ازاي وحضرتك بتتكلم. يعني انت مش متخيل. يا رب يا رب. الله يخليك. شكلك تعبان النهارده من الصيام بقى والتصوير واللي عاصم عمله كده كده في اي حاجه، فهم سؤالين سرعه جدا. حضرتك اتكلمت على التقوى والفلاح والصلاح وكده، فدايما بيجي في بالي الايه بتاعت الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، ودايما بنقعد حتى نقاشات مع اصحابي اللي هو طب ازاي ما انت بتلاقي دايما حد كويس قوي وبيبقى مبتلى في حد وحش، فالايه دي بتحس ان هي يعني احنا فاهمينها غلط وهي مش متطبقه بالله، يعني مش عايز اقول كلام حرام يعني. لا ما هي لو الايه كده بالفهم اللي انت فاهمه نص الطيبات مش متجوزين. طب ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ فين بقى الطيبون والطيبات؟ طيبين مش متجوزين. طيب لا الايه مش مقصوده، الايه نصيحه. نصيحه؟ ما هو مش انت بتقرا كلمه سوره ياسين، ياسين والقران الحكيم بيعلمك الحكمه في الحياه. عمرك فكرت ان القران بيتعامل معاك كده؟ فبيقول لك ايها الطيبون ابحثوا عن الطيبات. نصيحه يا دكتور؟ مش جمله خبريه؟ لا، ايها الطيبون ابحثوا عن الطيبات، ايتها الطيبات ابحثوا عن الطيبين. كانه بيقول لك يا ابني دور على الطيبه اللي شبهك، يا بنتي دوري على الطيب اللي شبهك، زي ما الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين. وبيقول لك ما تبقاش منهم بقى، يعني ما تروحش لحد خبيث هتبقى خبيث. لما تيجي تتجوز دور على الطيبه. الله. لما تيجي تتجوزي ما تدوريش على الفلوس والشكل قبل ما تدوري على الطيب، وكلمه الطيب كلمه واسعه على فكره، طيب مش معناها ان هو طيب، الطيب يعني الاخلاق حلوه. طيب يعني الشخصيه السهله. على فكره احنا فاهمين كلمه الطيب لان ساعات بيفهم الطيب يعني ايه الغلبان لا 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 طيب شخصيه سهله. طب ما ناخد فيها كده وقت نفهمها بقى. عارف الطيب يعني ايه؟ يعني مش معقد. عارف الطيب يعني ايه؟ الاخلاق حلوه، السمح. الطيب يعني ايه؟ السهل في التعامل. يعني طيب الصفات عامه، مش طيب. اللي هو على نيته. دوري على طيب الصفات. الله الله يا دكتور. انا متفاجئ من موضوع ان هي نصيحه، ده دي معلومه على كبر جايه لي والله. حضرتك في الحلقه، على فكره انت كل حلقه بتقولي انا عمال جاي اثقف. لا انا جاي مش عارف ايه، انا على كبر وانا جاي منين؟ لا بالعكس، انت ما شاء الله مليان كوب مليان. عارف يعني ايه كلمه كوب مليان؟ ده الله، ده انا تلميذك بالذات دي. لا لازم ابقى عارفها طبعا.